وضمن موسم اعياد البحرين يستمر الاقبال الكبير على فعاليات مهرجان العيد الوطني الذي تنظمه وزاره الاعلام في القريه التراثيه بمنطقه راس حيان حيث يشتمل على العديد من الانشطه والفعاليات الفنيه والترفيهيه والاسواق التراثيه التي تعكس جانبا مهما من الذاكره والهويه البحرينيه الاصيله ويهدف المهرجان الى تعريف الزوار على الفنون التقليديه الاصيله الى جانب الاستمتاع بابرز فعاليات موسم اعياد البحرين وكانت وزاره الاعلام قد اعلنت تمديد فتره المهرجان حتى يوم غد السبت نظرا للاقبال الجماهيري على فعاليات المهرجان